صباح الورد والفل والياسمين على كل متابعين جنتي، تعالوا معايا هفرجكم على الجزء اللي انا بحضر فيه الشتلات او بحضر فيه شغل الفيديو الجديد. زي ما انتوا شايفين كده، عاملة زي صوبة صغيرة، يعني استخدمت الحاجات اللي موجودة في البيت. مبدأنا هو عدم التبصير، كل اللي استخدمته فيه كيس يكون شفاف عشان يدخل الضوء للعقل وان هو يغلف المكان، وكان عندي كرسي قديم كده من بتاع البحر استخدمته. شايفين اهو حاجات بسيطة ولكن بتؤدي بالغرض. دي الفيديوهات المقبلة ان شاء الله، نبات الخنشار الفجير عملت له اكسار، كان نبتة واحدة في القصاص الكبير ده عملت منه اكسار والحمد لله ناجح، اكسار بالتفصيص. صباح الخير يا شرنوبي. ودي بعض النباتات طلبتها من المشتل علشان عايزة اعمل منها اكسار. جبت القطيفة الاصفر والبيتونيا بثلاث الوان منها، جميلة قوي، اللون الابيض والبامبي واللون البنفسجي الجميل ده. بصوا كمان جميل قوي اللون ده، علشان اعمل منهم اكسور. ما كانش عندي النبات ده في جنتي، فحبيت ان انا اقتنيه واجيبه. وزهرة الأراولة البيضة جميلة جدا، زهرة الأراولة البيضة، وده عود من الجوري الأحمر. وبص القمر ده، في كده قمر، شايفين الجمال ده؟ صبار جلد النمر، النوع المقزم منه، مش موجود عندي برضو في الحديقة، جبته عجبني قوي شكله قمر. بصوا الجمال، جميل قوي ما شاء الله، بصوا حلو قوي عجبني، ان شاء الله برضه هعمل منه اكسار اهو. وديني بدأت اهو في البداية، ده كان عندي كده فخارة في البيت مش بستخدمها عشان حجمها صغير، قعدت الصبح احاول معاها كده بمفك وعملت ثقب الحمد لله من اسفل اهو علشان اعمل فيها اكسار من صبار جلد النمر المقزم. واللؤلؤة الافريقي اللون الروعة ده، بحب اول لون ده، انا بحب كل الوان ودرجات اللون البنفسج. شايفين الجمال؟ انا مش نرجسية والله، ولكني بحب الهدوء، علشان كده بحب قوي لون البنفسج لانه بيدي شعور كده بالهدوء والراحة النفسية. وده برضو ان شاء الله فيديو قادم هتشوفوه، ازاي اعمل من صندوق حديقة ممكن نستخدم اكتر من واحد، هيدينا حديقة بالشكل الجميل ده. بصوا الجمال، دي بقى لها تقريبا اسبوع عملت فيها اكسار من مكحلة الخضراء ونبات السجاد، وده اكسار لهيباسكس الوان متعددة، وهذا اكسار للياسمين الافريقي تقريبا فيها ثلاث الوان، احمر وبامبي وابيض. انا بقول انا بفرجك اهوت على ايه مكان العمل بتاعي، المعمل بتاعي معمل التجهيزات. وده نبات المسبحه، عملت منه اكسار والحمد لله ناجح. تعالوا هوريكم حاجه عجبتني قوي وانا بعمل اكسار. بصوا سبحان الله، اول ما حبه المسبحه تطلع بيبقى شكلها ازاي، بصوا سبحان الله. وبعد كده بتملى وتاخد الشكل العادي اللي هو شكل الحبه او شكل اللؤلؤه، سبحان الخالق العظيم. تعالى هوريكم شكل زهرتها اهو، دي النبته الام، دي النبته الام. بصوا شكل الزهر قبل ما تفتح ده، شايفين؟ سبحان الله، سبحان الخالق العظيم. وده شكلها لما فتحت، الزهرة دي بتحتوي على بذور وممكن ان احنا نزرع منها نبات المسبحة. سبحان الله، المسبحة نبات جميل جدا، هو نبات عصاري طبعا ليس له ساق ولا اوراق، نبات جميل جدا. شايفين الجمال والبساطة، زهرته رقيقة وبسيطة جدا، من اجمل العصريات، نبات جميل جدا. شوف انا نبته واحده عملت منها قد ايه،
عملت منها 2 وممكن اعمل اكتر. شايفين قد ايه محتاجه، يعني فيها عدد كبير جدا، ممكن اعمل منها اكتر كمان. تعالوا بقى هوريكم. شوفوا الجمال ده، يا رب يكون واضح. دي بذور الزهور اللي انا جمعتها معاكم الصيف اللي فات، منها زهر ورد الصباح ومنها لؤلؤ افريقي، يعني بذور كتير جدا. اهي عملت لها هنا انبات، لسه دول عمرهم تقريبا 5 ايام. شايفين الجمال؟ هقرب لكم الصورة كده اهو، بصوا الجمال. 5 ايام ان شاء الله هنزل لكم فيديو بيها برضو بالطريقة، بس مستنية لما الانبات يزيد شوية وهفرجكم ازاي ننقلها وازاي نعمل لها اكسار من البذور. تعالوا بقى مفرجكم على الجمال. نفتح الغرفة، بصوا انا مش عايزه اطلع كل نبته لوحدها، هناخد وقت كتير وانا مش عايزه اطول عليكم. بصوا الجمال، دي عقل عملتها من الهيباسكس ومن الجوري. شايفين؟ ما شاء الله ناجحه، بسم الله ما شاء الله. دي تنبتات جميله، بصوا من الجهنميه الوان، يعني عامله اللون الابيض وعملت اللونين ده وعملت من الاحمر. بصوا الجمال جميل جدا، الهيباسكس بألوانه. احنا دلوقتي اخر شهر 3 في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. اخر قمشير تقريبا ما شاء الله، فقمشير يا جماعة اي عقلة بأمر الله بتنجح، ولا هرمون تجذير ولا اي حاجة. كل اللي استخدمته قطعة من نبات الالوفيرا بس. وشايفين الجمال؟ ما شاء الله، عقل ناجحة 100% بأمر الله، يعني بأمر الله كله بأمر الله. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. هفرجكوا عليها وهوريكوا الطريقة بإذن الله في فيديو قادم. الزرع من أجمل الكائنات. شايفين هي اجمل ايه؟ اجمل ايه ده؟ يعني انا بحس، انا بالنسبه لي انا النباتات يعني حاجه جميله في حياتي، احب ابدا يومي بيها اول ما اصحى كده وبعد صلاتي ووردي، واصحى بعد كده اقول اذكار الصباح في وسط نباتاتي. تبصوا كده للنبته نقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله. تعالوا هفرجكم على الازاليا، بدات هي تطلع الزهور ما شاء الله. هو نبات خضره دائمه طوال العام، لكن بتتوقف عن الازهار في البرد الشديد. بصوا الجمال، وكمان في الحر الشديد، يعني لازم نوفر لها مناخ معتدل. هي بتحب جدا المناخ المعتدل علشان تدينا زهور جميله جدا. تعالوا كمان هفرجكم على الخبيزة الفرنكي، طلعت الحمد لله بدأت الزهور. ده منها اللون الجميل ده، شايفين اللون القمر ده فوشيا؟ بص اللون الجامد ده الموف، واللون ده بينك لسه مفتحش، والأحمر ملك الألوان وملك الجمال. اهو الأحمر اهو سائد اهو. صباحكم ربيعي. النباتات دي يا جماعة نعمة، والله نعمة عظيمة في حياتنا، بتجدد لنا يومنا وبتدينا أمل وتفاؤل. شايفين؟ ما شاء الله. ودي كانت جولة بسيطة عرفتكم فيها على المخبأ السري بتاعي اللي أنا بجهز فيه للفيديوهات، كله حاجات بسيطة جداً بتترمي استغليناها. صباحكم فل وورد وياسمين، اشوفكم المرة الجاية مع نبات جديد ومعلومة جديدة. مع السلامة.